صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهاردة 14 إبريل 2018، احنا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة. طبعا كلنا متابعين الأخبار اللي بتحصل في سوريا، العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا والرد من كمان من قبل روسيا. فطبعا ما نملكش غير الدعاء لسوريا والأهل سوريا أنه ربنا يحفظ سوريا وأهلها. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير يا دينا، صباح الخير على كل السادة مشاهدي قناتنا لايف في كل مكان، شبكة MTN. النهاردة زي ما قال دينا 14 إبريل 2018، ومن ساعة ما جينا بالتأكيد كلنا كزملاء وفريق عمل بنتكلم على العدوان الثلاثي اللي تم على سوريا صباح اليوم ورد الجانب الروسي. إن هذا العمل لن يمر مرور الكرام، ولكن يظل الشعب السوري يعاني بالتأكيد من ويلات الحرب العجيبة والغريبة. وبيان من الحكومة السورية والقيادة السورية أن هذا العمل يعد اعتداء بالتأكيد على الأراضي وحرية الأراضي السورية. كل قلوبنا مع الشعب السوري الشقيق ونتمنى لهم السلامة. و14 إبريل والأيام بتجري بسرعة، دايما كل سنة وانتم طيبين، و الحر هيبدا بقى والصيف هيبدا ايوه بالظبط، ورمضان قرب ورمضان قرب كل حاجه مع بعض. نستعرض مع حضراتكم فقراتنا للنهارده. انا هيكون معايا، انتوا عارفين دايما احنا بنغطي انشطه ومشاريع الطلاب في الجامعات المختلفه. النهارده معانا مشروع مختلف بيهتم بالصحه النفسيه للمصريين، والنهارده معانا مشروع تخرج اكسر سجنك لطلبه الجامعه الامريكيه لنشر الوعي ضد مرض الاكتئاب. هنتعرف طبعا على الحمله وعلى اصحابها وهما متعاونين مع مين وازاي يقدروا يساعدوا الصحة النفسية للمصريين، وان احنا نكسر شوية تابوس كده عندنا او شوية misconceptions موجودة عندنا او شوية حاجات احنا معتقدين فيها بس هي حقيقي مش صح، لان الاكتئاب ده فعلا فعلا مرض ومرض خطير كمان. أستاذ ثابت أمين عواد نائب رئيس تحرير الأهرام هيكلمنا عن مشاركة مصر في القمة العربية وبالتأكيد كواليس القمة العربية واهم الملفات المطروحة حول هذه القمة. كمان هيكون معانا دايما بيبقى يوم السبت معانا فقره للديكور، فهيكون ضيفنا فيها المهندس امير يسري. وطبعا من المراحل المهمه جدا في تجهيز الشقه هو التشطيب، وطبعا التشطيب ليه مراحل ولو عرفناها كويس يبقى قدرنا ان احنا نضمن شقه تتجهز صح من غير اي مشاكل، عشان مش بعد ما نبتدي نشطب نبتدي نرجع مره تانية نعيد اللي احنا عملناه. فعشان كده التشطيب الصح هيغنيك ان انت ما ترجعش مره تانية تعمل شغل في الشقه. بيقولوا ليه ترتيب، يعني تبدا الاول بكذا وبعد كده تبدا بكذا، والا الدنيا كلها تتلخبط مع بعض. بالظبط، عشان كده عايزين نعرف بقى المراحل وايه اللي لازم نركز فيه قوي، عشان في ناس لازم تاخد بالها من التشطيب. انت بتعرفي كل حاجه وتستفيدي من فقره ديكور. لا بس انت بتقعد تتفرج وانا اكيد اكيد والله. خليني اقول لكم الحاج حسين عبد الرحمن نقيب عام الفلاحين هيكون موجود معانا النهارده، وبالتاكيد هنتكلم على توريد القمح، الذهب الابيض زي ما بيقول. لا القمح الذهبي ايه؟ الاصفر؟ الذهب الابيض القطن. كويس، خلينا نقول عمليات التوريد واللي ارتفع سعرها بشكل نسبي، ويا ترى الفلاحين شايفين ان السعر ده جيد كويس لعمليات التوريد ولا يتمنوا ان السعر يرتفع اكتر؟ رايهم ايه؟ ده اللي نعرفه النهارده من نقيب الفلاحين. تاني ملف الزراعه ده ملف مهم جدا، ده بالتاكيد دلوقتي كمان عشان موضوع توريد القمح مهم، لان ارتفاع السعر بيخلي الفلاح عايز يزرع وعايز يوسع المساحه المزروعه وعنده استعداد بدل ما يزرع اي حاجه تانية في الارض يزرع قمح بالتحديد. نفسي نرجع مره تانية نزرع قطن، يعني لما تبقى المراحل اكبر بكثير. بالتاكيد. طيب بنبدا مع حضراتكم فقره الصحافه، ده هيكون بعد الفاصل على طول، ومع اشرف وسيد محمد الازاز وهو نائب مدير تحرير جريده الاهرام، بس بعد الفاصل. وبالتاكيد هنروح لفقره الرياضه وكابتن منار سيد وتقويض عضلات الزراعين سريعا وعوده الى الصحافه.